خصها غادي مينيغ ديال لايفا هذا هو مسفهمغ كيف يتم سرقة أموال الشعب وأموال الدولة من طرف الأجهزة الاستخباراتية بشتى أنواعها. كيفاش كيديروا يسرقوا الفلوس ديالك وديالي وديال هذاك بطرق فنية اللي ما كتخليش لاطراس اللي هو خانة المحاسبة ما غاديش يجبدوها. كما كنعرفوا أنه مسطرة القانون الجنائي أو قانون المسطرة الجنائية ياك المخبر كيتكتم السر ديالو ما كيتعرفش منوع يتعرف الا مشى حتى شي ضابط يعني صرح بالمخبر ديالو كيتلقى العقوبات. استغلوا هما هاد القانون ديال المسطرة القانون الجنائية يعني هاد المسؤولين ديال ديستي في المغرب كامل ماشي غير الناظور نهضروا على الناظور اللي كنعرفوا هاد الشيء انه كل ضابط وعميد ورئيس الجهه كتعطي له الاداره العامه واحد كتكون عند واحد العلبه السوداء اي لاكيس نواغ بالمصطلح ديالهم كيخلصوا بها المخبرين. هما هاد المخبرين ماشي كاع كيتخلصوا اش كيديروا كيمشيو عند القدام كيمشيو عند الشيوخ كيمشيو عند الجيران ديالهم على اللي كيعرفوهم كيمدوا منهم معلومات بطريقه فنيه وكيرفعوا تقارير الجهات العليا كيجمعوا معلومات من هذه الجهه كينتسقوا كيصيفطوا الجهات العليا كيصيفطوا الاداره العامه ديالهم بلا راه شنو المعلومات جاتنا من واحد المخبرين كيديروا في التقرير اسماء ديال المخبرين ديالهم حيت دايرين بهم ميساج كيتخلصوا عليهم. ولكن تحدى انه كيعطوه لهم عن طريق البنك كيتخلصوا بيدهم ما كيتعطاولهمش في اليد ديالهم يعني انه حتى هما بعدا ما يخليوش دليل غدا بعد غدا هذاك غادر التراب الوطني بغى يفضحهم ما يكونش عنده كاشي دليل وهما في نفس الشيء كيهضموا الحقوق ديالهم وكيهضموا حقوق ديال اعوان السلطه بصفه يعني بصفه بعد اعوان السلطه يعني هما اللي كيستغلوا الوضعيه ديالهم بزاف كيبدوهم بالمعلومات وكيستغلوها هما وكيربحوا عليهم دي بريم كبار منهم الارهاب منهم بزاف ديال المسائل منهم المخدرات منهم السلفيه الجهاديه منهم بزاف ديال الحوايج. يعني هنا خوتي هنايا انه اداره العامه للامن الوطني لا دي اس تي او الار جي او دي اس ار دي ديال الدرك الملكي او ليفار ديال القوات المسلحه الملكيه او لا بي ام بي جي بوليس بي بريغاد ناسيونال جوديسيير الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه. قال لك الخوت يعني وضحنا كل هادو يعني شنو كيقصدوا بهاد الرموز ديالهم. يعني هنا الخوت كيسولوكم طريقة فنية وكيديو عليكم الفلوس باش غادي تلعبوها مطورين ما تعطيوهمش معلومات ماشي تعطيوهم بالمقابل لا ما تعطيوهمش. المغرب راه مشى بحالو باش نكونوا واضحين ما بقى والو غيتهز القصر كامل ما بقى والو يدار الانقلاب. الاخ ما تصونيش عليا الاخ العريس الشيخ العريس الشيخ له ما تصونيش عليا خويا ما تصونيش عليا ما تصونيش عليا تنسالي اللايف الوقت ديال اللايف ما كاينش الهضره. يعني الخوت ديالنا كيستغلوا المعلومات اللي كتعطيهم انتم اللي كتبان لكم بسيطه ولكن هما كيكونوا اي يعني وكما كانت ديك المعلومه كتسمهم ما جيش يسولك راه هذاك الرقم التليفون اللي كيقول لك الله يخليك واش عندك نمره فلان هذاك الرقم راه كيدير فيه العوبي بزاف وكيربح فيه فلوس غا النمره ديال التليفون. اما انا هيك على العائله والشخصي وشي معلومات الاخرين هذوك بلا ما تحدثوا عليها. يعني هنا الاخوان ديالنا باش غادي نعرفوا كيفاش كيديروا كيستغلوا وكيسرقوا اموال ديال الشعب ودايرين مشاريع مثلا فينيزيا ايس نتحدى شي واحد يقول لي مولاها خاص فينيزيا ايس ديال لا دي اس تي وديال لا تجيت فاش كتجلسوا فيها العائدات واخا دايرين بلاد مولاها العائدات ديالها راه كيوليو ليهم هما اللي شادين المارشي ديالها. وهذا القصر الملكي
ما بينش في الواجهة داير مجموعة ديال الشركات كبرى، منها مرجان، منها منها بزاف ديال، منها الفرع ديال أسيما. واخا كيكونوا شركات أجنبية كيجيو هنا كيربحوا معاهم بورسونتاج، كيربحوا معاهم واحد المقدار، وكيدخلوا دوك الفلوس، ودوك الفلوس بهم اللي كتكون عندهم لاكيس الوار، وكيخلصوا بهم. ناهيك عن السيارات التي تحجز كما كنقولوا الريفولي، ولا الاموال ديالهم، ولا الاملاك ديال اباطيرات المخدرات، فاش كتشدها الدوله وكتبيعها في المزاد، هاد الفلوس اللي كيمشيو للخزينه العامه كيمشيو لاداره الجمارك، الجمارك كيدخلوا للخزينه العامه، هاد الفلوس كامله كيتم التمويل ديال المخبرين داخل وخارج ارض الوطن، في اسبانيا، في بلجيك، في المان، في هولندا، في جميع دول العالم. ومنها كيعطيو الناس ديالهم، كيمولوا لهم ليسانس ديالهم، المازوت ديالهم، الطيارات ديالهم، اوتيل ديالهم، كلشي ديالهم. علاش؟ حيت المعلومه دابا كتسوى الفلوس، المعلومه كتسوى الفلوس، المعلومه ولات تساوي اكثر من الذهب. الذهب الا داير 40000 فرانك للغرام، الا وصل 40000 راه معلومه وحده تقدر تسوى الملايير، تقدر تسوى الملايين. الا معلومه وحده جا واحد قال لهم داك الدار راه فيها متطرفين وجابوا شي ارهاب وكذا وتشدوها، كيتخلصوا على الاتحاد الاوروبي وعلى امريكا فلوس كبار، بينما داك اللي عطاهم معلومه كيدي غير 1000 درهم. يعني هنا لا مجال من اعطاء المعلومات، باش نكونوا واضحين ما تعطيو لهمش، اما كيش نخدموا بلادنا؟ اللي بغى يطرطق في شي بلاصه يطرطق، اللي بغى يدير، حيت كان الناس اللي كيطرطقوا راه الناس راه ماشي جات ولاو ارهاب، الارهاب صنعته الدوله بالطغيان ديالها، صنعوا القصر الملكي، صنعوا المسؤولين الكبار، صنعوا الاجهزه المخابراتيه، صنعوا القضاء بالاحكام التعسفيه، صنعوا بسوء المعامله في الادارات. على داك الشيء كاين اللي عنده فكر ديال الارهاب، وكاين اللي عنده فكر انفصالي، وكاين اللي عنده فكر معارض، وكاين اللي كيكتفي يحصل العون ديالو. كنقدروا وكنشكروا المجهودات ديالهم انهم كيبقاو يطلبوا غا مطالب اجتماعيه بسيطه ومشاو عليها للحبس. الاخوان اللي كيطلبوا مطالب اجتماعيه بسيطه، بعدا ننصحكم ديروا اسقاط الجنسيه وراسلوا الامم المتحده باش يعرفوا بين المغرب، النص ديال المغرب ما باغيش هذه الجنسيه، ما عنده ما يدير بها. وراه درت حمله وبزاف ديال الاخوان كيراسلوني وكنوريهم طريقه اسقاط الجنسيه المغربيه، وبزاف ديال الاخوان اللي داروها وراه كيديروا على الصعيد الوطني، اللي هزات اركان ديال المملكه المغربيه وجهاز القضاء، ان في هذا اليوم تحطوا 30 اسقاط الجنسيه المغربيه في محكمة ديال الرباط، وكنتحداهم يقولوا لا. ومنهم ناس اعوان سلطه، منهم ناس في العسكر، منهم خزنيه، ومنهم بوليس، باش غادي نكونوا واضحين انه المغرب ما راهش مزيان. كنتسناو الاخوان ديالنا في اوروبا يمدوا اليد لخوتهم، ماشي ماديا معنويا، ويوصلوا الرساله باش تعرفوا الخوت المخزنيه العسكر المقدمين، ديروا التعاليق اللي تعسفوا عليكم هنايا، باش ولاد الشعب اللي ما عارفينش والمناضلين اللي ما عارفينش يعرفوه، ديروا بالله انه في التعاليق هنا، وبارطاجيو بالله فعلا كان كيجيو يطلبوا لكم اسقاط الجنسيه، كانوا كيجيو كيطلبوا منكم المعلومات وما كتخلصوش فيهم، ديروا باش يعرفوا. كان تحدى شي مسؤول في الرباط انه يقول هاد الهضره ما كايناش، اما النهار اللي كنهضر الاداره العامه للامن الوطني ولا القضاء ما دارش بلاغ يكذبني، يقول محمد خولاني كذاب، محمد خولاني سوق وخاوي، محمد خولاني غير كيخربق، محمد خولاني غير كيهضر. كيكتفيو باش يعطيو المواقع الفاشله باش يكتبوا عليا ما كتهمنيش، والله ما كنقراها، الاصدقاء ديالي اللي كيديروا. الا كنعرف هاد الاداره العامه غتجد لهاد الاداره العامه، الا كنعرف شي مسؤول كيقول انا وانا وقد براسو كيقول حنا دولة الحق والقانون ماشي الحلق والقانون، يدير معايا مناظره في اللايف ونتحداه الا ما سكتوش وما عطيتوش الاسرار اللي عنده في الاداره ديالو، ماشي غير في الناظور، كنتحدى مسؤولين في الرباط عارف الاسرار ديالهم. وكاين بزاف ديال الحوايج ممنوعين بمرسوم قضائي، الا انه ما كيمنعوهمش الاداره العامه ما تدخلاتش ولا تدارك. علاش؟
عندها فائدة. مثلا نمشيو المقاهي ديال الشيشة بستة أنواع ديالها، هو ممنوع ولكن ما كيدخلوش عليهم. علاش؟ أول حاجة لحقاش كيعرفوا الناس ولات كتمشي كتكمي الشيشة كتوافد. كاينين بعض المحلات ماشي نظلموا كاع، كتلقى مواليها مخبرين ديالهم فاش كيجي شي واحد بحوث عنه كيخبروه بلا جا الشيشة. نمشيو الخمر، أن الرخصة تبيع الخمور في المغرب كتعطى في الرخصة إلا قريتوها وقراوها، يباع الخمر لغير المسلمين في البيران وفي لي ديسكوتيك وفي لي بواط وفي لي بيسري، مع أنه ما كيمشيو أنه في البيران في غير المسلمين اللي كيشربوا، في غير المغاربة، في غير محمد وفيصل ورشيد وقدر والجلالي إلى آخره. علاش ما كيسدوا لهمش داك الشيء؟ حيت دوك البيران هذاك الشراب اللي كيتسرب هذا المغرب ديال عائله ملكيه كتدخل عليهم باموال طائله، وانتم عارفين كتدخل عليهم الفلوس وكيمشيو. نعم سيدي، هذوك الفلوس كيديروا بهم الدعم المخبرين، لحقاش الدوله يعني هي المعلومه كتسوى الفلوس، انه الدوله باش كتدعم هاد المخبرين ديالها وكتدعم هاد العصابه المنظمه، هاد العصابه العابره القارات اللي كتسيرها الدوله المغربيه اللي فيها مجموعه اباطره المخدرات اللي كيديروا المهمه ديالهم هو المخدرات والتصفيه الجسديه واعطاء المعلومات على باقي الشبكات وباقي باقي على باقي الشبكات وباقي الاباطره ديال المخدرات. المهم الاخوان، ريفينوكس ما نهضرش عليه، الخوت اللي خمسه تحرقوا في البنكة هذوك الشهداء ما غاديش نهضر عليهم. الخوت هذوك الشهداء هضروا مع العائله ديالهم، قال لك واذكروا امواتكم بالخير، والتقرير ديالهم راه عند المجلس الوطني لحقوق الانسان، وخبروا العائله ديالهم وعارفين شنو فيه بلا ما نديروا احراج لهاد الناس والعائله ديالهم. حيت اتصلوا بيا قالوا لك الله يرحم الوالدين ما تهضرش على هذا الملف، هذا الملف راه باين شنو فيه، ما نكونوش شكون اللي عنده شي معلومه وشي بغا شي يعرف شي معلومه على الطريقه كيف كيخدموا الاجهزه الاستخباراتيه. نهضروا على الديستي والار جي ولا جيت ولا بي بي جي، كيفاش الطريقه كيفاش كيخدموا وكيفاش كيديروا يجيبوا المعلومات، ولا كيفاش كيديروا يخترقوا الجمعيات والاحزاب والنقابات داخل التراب الوطني. اللي بغى يهضر معايا في هذا الموضوع نهضر. هو واحد الاخ خالد الترابي مثلا عاون السلطه، كان كيدافع على حقوق اعوان السلطه في الدار البيضاء، كانوا كيستغلوه في معلومات، كانوا رغموه بشي حوايج اللي هو عارفهم. تعامل مع الديستي ملي ما تعاملش مع الاداره ديالو، ما عقلت عليه ليه الديستي ليه الاداره ديالو، انه تعزل والدار ودعاهم في القضاء، وانه القضاء حكم الصالح ديالو باش يولي العمل ديالو مع وزارة الداخلية من فادات هذا القرار. يعني باش نعرفوا انه كاين احتقار قرار قضائي من طرف وزارة الداخلية، من طرف رئيس الحكومة، من طرف والي جهة الدار البيضاء. يعني الخوت ديالنا باش تعرفوا ان هاد القرارات وهاد مسطرة القانون الجنائي وهاد الدستور المغربي وهاد هاد الظاهر الشريف وهاد الحوايج غاخو زعبيلات دارهم المواطنين البسطاء كيتحكموا بهم، وداروا هاد الجنسيه كيديروا بها الرجل. باش نكونوا واضحين، المغرب ما كاين لي قانون، ما عندك الفلوس تقتل الروح تخرج غدا من باب الاخرى، الفلوس والكود بيستول ما عارف، ما عندكش سير تموت بن شلال. الاخوان ديالنا شكون اللي بغى يعرف شي معلومه على الديستي ولا الارجي ولا لابي ام بي جي؟ يلا الاخوان نهضروا في هذا الموضوع. اخي محمد، هل يمكن فضح الفساد في الناظور؟ اخويا راه كنفضحوا، كنقولوها شنو كيديروا، شنو كيديروا، كي كيديروا يستغلوكم، ماشي غير في الناظور، في المغرب كامل، باش تعرفوا كي كيديروا يستغلوا المعلومه، وكي كيديروا انه خصكم تعرفوا انه عون السلطه الشيخ ولا مقدم هو مصدر المعلومه ولا العريفه
هو مصدر المعلومة لجميع الأجهزة، بينما هو كيربح جوج فرانك وما كيربحوا الملايين، وأنه كاينين أعوان السلطة ما كيجيوش المقاطعة ما كيديروش الشواهد ناهيك على المخبرين، كيمشيو راهم في جمعية المعطلين، راهم في الحراك، كيتخلصوا برا ما عندهمش الحساب في البنكة، كيمشيو عند السي هشام رئيس قسم الشؤون العامة كيتخلصوا عليه. نعطيكم علام كيتخلصوا في، كانوا كيتخلصوا على السي الوهابي، ودابا كيتخلصوا على هشام رئيس قسم الشؤون العامة اللي كيصبصر في الزويجات، اللي كيبيع الزويجات الأباطرة. كنهضروا الإخوان على الاستخبارات، ما كنهضروش على منعم شوقي والشرامطي، خليونا نهضروا على الناس الصحاح، الناس الصغار ما عندنا ما نديروا بهم، ما نبقوش نهضروا ديما على واحد الموضوع، هضرنا عليهم هادوك. يلا الإخوان شي سؤال؟ سي ورخ النظارة ومينوم النحية سميزي غاسي ورخ تشاطو تشاطو ناظور، بيخ غاسي ورخ هما. التعليقات ومينو فتح الجامع. لا ومينو السي الخشادير حسيمة، ولكن قادين نجي لائحة فغزي السي اي السي اي السي الامريكا ديس جميع المعلومات. يحيى يحيى قطع على المعلم ليليا، هذيك واحد السياسه موضوع ديالها بوحده. وين الاخوان؟ إلياس التعماري أو العماري، إلياس العماري إمبراطور مخدرات معروفة عليها خويا، هو اللي هو كيسير من المسيرين ديال المخابرات في المغرب، هو اللي اخترق المخابرات في، هو اللي اخترق الحقوقيين والمناضلين في هولندا عن طريق فكري الأزرق والمجموعة ديالو. إلياس العماري هو واحد من الناس ديال القصر اللي ولات عنده علاقة ولا كيتحكم في مجموعة ديال الأجهزة، وما يمكنش يتذكر في اسم ديالو في شي أي محضر رسمي، إلا مشات تذكر اسم ديالو بشي طرف كيتعرض للعقوبات والسجن وبزاف ديال الحوايج، ويمكن حتى التصفية الجسدية. تحية الإخوان، قلت لكم ريفينوكس نساو هذا الموضوع، هضر على الباشا ديال الناظور، الباشا ديال الناظور نعم سيدي، الباشا ديال الناظور كمعروف كيجمع على الكرارس، كيجمع على كدا، وتا هو عنده الناس اللي كيخلصهم باش كيعيطوا له فين داروا الفراشة فين كاينه هادي، ولكن هو فاشل في العمل ديالو. الباشا ديال الناظور كيتخلص من البناء العشوائي، هو مع القيد المقاطعة الرابعة راه شفتوا واحد الوقفة دات في الناظور هادي شي 15 يوم شنو وقع فيها. قول لينا سميت ديال العياشة اللي خدامين مع لاتجيت، لكن بزاف الاخوان ما كيصرحوش بالاسماء ديالهم، ولكن كاينين بزاف، هذيك غادي ندير واحد لاليست ونحطها في الموقع ديالي، نحطها هنايا في الصفحة ديالي. تحية الاخت اللي بالدار البيضاء. واحد عون السلطه خالد الترابي كيقول انه مشى للقصر حتى الشكايه بالعميل، وانه تم الاعتقال ديالو التعسفي والطرد ديالو. الباشا ديال الناظور خصو السجن، خصكم تعرفوها هذه. واه فعلا الاخت ديالي، كيفاش عرفت الانقلاب على الابواب؟ حيت كاين واحد صراع امني، صراع بين الاجهزه الامنيه ولا في لاكابين رويال، كاين صراع معلوماتي وتكذيب المعلومات في لاكابين رويال اللي في القصر الملكي، ها كيفاش عرفت؟ ولكن الاسرار كيتسربوا. يا الاخوان زيد. ناظر سيتين عام سيدي ما نهضروش على كاع، فيه بعض المخزنين
اللي كيمشيو كيصوروا الوقفات ديالكم الاخوان وكيصور الوقفات الاحتجاجيه فديال الحراك ولا ديال اي حاجه قبل ما كدار في الموقع كتكون عند لاديستي وكتكون عند فكري الارجي. غادي ندير لكم التصويره ديال السي الياس حجله مع الشاف ديال الارجي مصور معاه، غنديرها لكم في الموقع الخوت. اخوان هادو المجالس الانتخابيه ما نهضرش عليهم، حنا كنهضروا على الاجهزه الاستعلاماتيه حيت باش ما نديروش باش ما ندخلوش في تصفيه الحسابات بين الاحزاب. شكرا اخ عبد الحالي علي سرحان. كاين شي سؤال مهم على زهد الدين ولا على فكري ديال الارجي؟ فكري الاسم ديالو باش تعرفوه انه سميكرو سميتو فكري سيبيرا، سولوني الناس على العائله ديالو. خوه مض في السجل المحلي سميتو سفيان، وعنده واحد خوه شفار، ماشي شفار كيسرق تليفونات، لا كيسرق تليفونات، ولكن فاش كيدخل شي اجنبي كيبغوا يعرفوا الكاميرا ديالو شنو فيها ولا تليفون، فكري كيستغل خوه كيصيفطو كيسرق داك التليفون وكيجيبو لهم، بالتالي كيديروا راسهم كيبحثوا كيردوه للاجنبي تيخبوا له المعلومات اللي فيه. ها انتوما اخوان معلومات على كازا، انا عشت في كازا عامين، ما يمكنليش نقول لكم عليها شي معلومات كبار، نقول لكم على الاداره ديالها. عاش الريف عاش الجمهوريين المغاربه بشتى انواعهم. كيف تنشئ المخابرات الخلايا الارهابيه وتبقى تتحكم فيها عن بعد الى حين تحتاجها في مسرحيه التفكيك او الاستعمال؟ سؤال امسوم امسوم، سؤال مهم هذا الاخ ديالي ومهم جدا وخصو غادي نهضر فيه. سؤال مهم هذا الاخ ديالي اللي ما غاديش نسمح في كل شيء ونجاوبك على هذا السؤال. هي كدير هاد المخابرات كدير ثلاثة اولاد مع الارهابيين كيكونوا ديالها مثلا كما دارت الزفزافي، ربي استسمح، ماشي الزفزافي استسمح، استسمح الاخوان استسمح الفيزازي استسمح، كما دارت الفيزازي دارتو استسمح الاخوان على ديك الزفزافي خرجت استسمح الفيزازي استسمح الاخوان ديال الزفزافي مناضل استسمح، كما دارت الفيزازي دارتو مشاو معاه ناس ضحايا، دوك الناس بقاو في الحبس وشتو كيخرج، خرج بالفيلات وبالقصوره وبكذا. هو دار انه دار جماعه متطرفه تبعوه الاخرين، في التالي بلغ بهم قال لهم اشكون معايا اشكون معايا، بقاو كيراقبهم كيصوروهم كيتبعوا الارقام ديالهم، جمعوا دوك اللي متطرفين. هاكي كدير وخرج المقابل ولا كيصلي بالملك، البارح كان ضد الملك ولا دابا كيصلي بالملك. وفوق كل خطبه كيقول له واطيعوا الله ورسوله واولياء امركم منكم، كيستغلونا بها في الجوامع، امري اوليكم منكم ما كيقصدوش بها الحكام، ما كيقصدوش بها المسؤولين، كيقصدوا بها الوالدين. في الدين هما الاولي الامر، هما اللي كيوكلوك كيشربك، اما الحكام الملك والعائله ديالو ما كيوكلوكش، كيديوك رزقك ديال الذهب، باش نكونوا واضحين. قال لي واحد الاخ فريد تقرطاست، كيف كيف فريد تقرطاست؟ هذاك رجل مخابراتي خطير، هذاك ماشي مخبر، هذاك ماشي ديال ديستي، هذاك خدام مع ياسين المنصوري ومع الياس العماري مباشره، هذاك راه كيربح فلوس. اللي كيقول لكم هذاك مخبر غير كيخربق، هذوك رجل مخابراتي 100%. هذاك الناس ديال ليسبيوناج، هذاك الدرب على اختراق المنظمات والجمعيات الغير التابعه للنظام الحكومي. الحلال الاخوات ديالنا اللي جا سولكم على شيخكم مسلم ما تعطيوهش المعلومه، اسقاط الجنسيه وتقلبوا على باباهم، تبقاو تغوتوا على 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 البيبان ديال المدير العام للامن الوطني وعلى اخ النوش على بناني على العماري على فؤاد علي الهمه، اما كاين غير وقفات عليهم ما قديتوش توقفوه، هضروا في لانتينيت اللايف الصوت يوصل.
المخدرات الخوت باش نهضروا الواقع. قالك هضر على المخدرات وانا هضر على المخدرات. ما يمكنلكش تجيب الحشيش من الجبالة حتى لهنايا الا ما خلصتيش البراجات، الا ما كانش كاش الكاش. واش يعقل ان تحط الزو ديالك من القارة وكاع هاد البراجات بلا ما يشوفوك الدولة؟ راه ماشي بيسكليت ولا موبيلة. باش الزو ديالك كتعبر طونوبيلات، كاميونات، شلا، ليسانس من البومبا. اشكون كيبيع لهم ليسانس بعد هاد البومبا؟ بعد شكون؟ ديال من البومبا تاع لهم كيجيبو، على افريقيا وعلى زيز ديال من افريقيا. راه ديال اخ النوش. والله ما تبيع لك شي بومبا الاخرى، قليل، اغلبيه افريقيا. والله شي بومبا ما تبيع لك ليسانس الا ما شريتيش على اخ النوش باش تخدم الزو ديالك. يا بغيتو تعرفو وكتبيعو لك فاش كديرو لك في البرامل فلوس كبار، ماشي بالفرانك ليترو باش نكونوا واضحين. والله ما عمرتي على يا خنوش على افريقيا. بعدا ديال الجزائر راه ما تمشاش، تبقى اونبان. والبومبات ديال ليساس ديال من ديال المسؤولين المغاربه. يعني بغيتي تخدم ليسانس، تخدم الحشيش، خصك ليسانس هو الاول. ليسانس تشري عليهم. احمد محاش اخوتي، احمد محاش مخبر ديال الدوله، عامل مزدوج بين هولندا والمغرب باش نكونوا واضحين. كيعطوا له الاعانات كيجيبهم من المغرب باش كيديروا التقارير على الوضع، الاقتصادي، حيت ما كيفهمش في السياسه، هو كبير في الخيريه، حول الوضع الاقتصادي باش نكونوا واضحين. الاخوه ديالنا تحيه نضاليه الى الجمهوريه المغاربه خارج وداخل الوطن. كيقولوا لي اخوت كذا، اخوت ديالنا تحيه نضاليه اللايف المقبل، ونهضروا على مواضيع. ريفينوكس ما غاديش نهضر عليه حيت هذه واحد المصياده. كاين شي ناس كيهضروا بحسن النيه ديالهم، كاين اللي بغاو يطيحوا لي الفخ ديال ريفينوكس. انا ما غاديش نطيح في ذاك الفخ حيت انا عارف شنو فيه. الاخوان ديالنا تحياتي الى اللايف المقبل، غادي نهضروا على الموضوع كل حاجه بالوقت ديالها. انا اللي كنختار على من نهضر، ماشي بنادم اللي غادي يخيرني. يعني كنشوف الاراء ديالكم، كنشوف الاراء المتتبعين، وكنصفي كنشوف الاغلبيه المواضيع هي اللي كنخرج بها. وكل موضوع، وهذا النهار علاش درت لكم على هذا الموضوع المخبرين، حيت راه في هولندا بغاو يشتوا الحراك، خلصوا ناس عطاوهم مبالغ ماليه كبيره باش يشتوا هولندا والمانيا ويخربقوا فرنسا في المسيره، ويمشيو يصوروكم ويعطوا التصاور ديالكم باش نكونوا واضحين. راه طلع ازيد من 100 واحد اللي غادي يكون، ازيد من 100 واحد هادو غير مخبرين بلا ناس ديال لاجيت اللي غادي يكونوا في فرنسا في المسيره باش يدير لكم ايدونتيفيكاسيون، باش فاش تجيو المغرب يدار معاكم تحقيق. وكنصحكم الاخوان داك الشاط ديال فلسطين فاش تكونوا في المسيره طوقوه باش ما يعرفوش شكون من هذا من هذا. اي اثما خبي غاتيري من فرنسا ديال المسيره او من فلسطين اقما حواق الليل باش وكني وعقرن باش نخاون، او اللي غيفغن زيت هذا تفغما مني باش نتسخاوضم باش هذا متسلغ واتي في الماني غسلن. ديروا داك ديال فلسطين باش فاش تخرجوا في المسيره ما يعرفوا هذا من هذا، باش تسلوا لهم العقل ديالهم. باش نكونوا واضحين، راه طلعوا مجموعه وشوفوا البيه ديال الطياره في هولندا وديال فرنسا راه عليهم اقبال، وكاين اللي مشاو من الباطو وخارجين اليوم من الباطويات بلا ما نذكر فين، حيت راه عاطي الاخوان ديالي في اوروبا كيتبعوا. راه خارجين في هذه السيمانه باش غادي يراقبوا المسيره ديال باري، باش قلت لكم ما تعطيوش المعلومات، باغيين يخترقوكم في باري. والتحيه للاخوان، تحيه لداليا اللي عاونا يثما ار لايف المقبل وحراغ. وسامح ما يتشكاك كني وخ الموتاد خ الموتاد خ المتابعه لهم، بقاو حراغ يحسن العاون، بقاو تصغبوا مليح الظروف بلا ما يكشخ العائله الناس، يكشخ فاميليا الناس. تحيه نضاليه لجميع الاحرار والحرائر.